depois mexes os dizer calma, mas o cara é um escapão. Até o arido de ir a tu, mas até بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الخلية المحلية تلعب دورا مهما في حماية المرأة المعنفة، وهذه من الحسنات التي جاء بها القانون رقم 103/13 والذي أعطى للمرأة مجالا كبيرا لحماية حقوقها، سواء تعرضت لاعتداء بدني أو لفظي أو نفسي. فهناك خلية محلية على مستوى المحاكم الابتدائية، وخلية جهوية على مستوى محاكم استئناف يترأسها السيد وكيل عام الملك أو من ينوب عنه. إذن دور الخلية هو استقبال المرأة المعنفة والأخذ بيدها والاستماع إليها وتوفير كل السبل الكفيلة بحمايتها من العنف كيفما كان نوعه. وبالنسبة للمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، فهي تتوفر على خلية لحفظ حقوق المرأة من العنف وتعمل بشكل مستمر، وهناك ديمومة مستمرة لاستقبال النساء المعنفات والمعاينة من طرف المساعدة الاجتماعية والتنسيق مع الضابطة القضائية للتسريع بإنجاز المساطر المنجزة في هذا الباب. كما أن هذه اللجنة تعقد اجتماعات دورية مرة كل 3 أشهر بحضور كل أطرافها وكل فاعليها. وأشكر السيد وكيل العام الملك الذي أعطى التفاتة نوعية وجاء باستراتيجية جديدة للاهتمام بهذه الفئة الهشة من المجتمع، حيث وضع خطة للعمل بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذا الحقل، وهو مشكور على ذلك. وقد كانت تجربة نوعية في حد ذاتها، وأتمنى التوفيق للجميع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ أنس الشتيوي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذلك رئيس اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء. خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بميسور هي خلية تضم مجموعة من الأعضاء الذين يجتمعون كل 3 أشهر لتدارس مختلف الإشكالات التي تعترض سير العمل، وكذلك من أجل تطوير العمل داخل الخلية من أجل توفير يعني حماية ناجعة لفئة الأطفال والنساء. تتكون من مساعدين اجتماعيين، الأستاذ عبد الإله بوستة. الدور الأساسي للخلية منذ أن تولينا رئاستها هو الحرص على توفير أولا الحماية القانونية والقضائية للمرأة المعنفة وكذلك الطفل ضحية العنف بإقليم بولمان. كذلك نعمل من أجل تنزيل هذه الحماية، نقوم أولا بمجموعة من الآليات، أبرزها أننا نحاول ما أمكن توفير بيئة سليمة للاستماع، يعني أي ضحية، أي امرأة ضحية عنف أو طفل حينما تتقدم إلى النيابة العامة بميسور، نحاول ما أمكن توفير بيئة سليمة للاستماع لها في ظروف، أو الاستماع لذلك الطفل في ظروف آمنة تحفظ الكرامة وتحقق نوعا من الاستقرار النفسي ابتداء. ثم إما أن تحال الضحية على المستشفى، وحينها نباشر الإجراءات من أجل ضمان خدمة صحية في ظرف سريع وفعال، ذلك طبعا بتنسيق مع المصالح الطبية، وهذا هو دور الاجتماعات التي نعقدها مع يعني الأعضاء المعنيين، ومن بينهم يعني قطاع الصحة في شخص سيد مندوب الصحة، وكذلك في شخص سيدة مديرة المستشفى الإقليمي بميسور. كذلك إذا مثلا احتاجت المرأة الضحية أو الطفل إلى الإيواء، نقوم كذلك بتوجيهه إلى عناصر الضابطة القضائية المختصة ترابيا التي تعمل بدور
دورها بتوجيه الضحية إلى مركز الإيواء الذي الحمد لله عملنا على تفعيله بمعية السيد المندوب التعاون الوطني، وهو حاليا موجود رهن إشارة النساء ويستقبلهن يعني على مدار ال 24 ساعة وعلى امتداد يعني على امتداد الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة. كذلك إذا محتاجت مثلا الضحية إلى المواكبة النفسية، لدينا الحمد لله أطر يعني متخصصة في المجال، فمثلا الأستاذ عبد الإله بوسة المساعد الاجتماعي هو يعني إطار عالي في يعني متخصص وباحث في علم النفس، لديه تجربة عاملة مع مجموعة من الجمعيات والإدارة العمومية، وبالتالي كفاءة نستفيد منها في هذا المجال. هذا من جهة. هذا فيما يخص تركيبة الخلية والمهام التي تقوم بها، هي مهام كثيرة، أنا فقط حاولت أن ألخص معظمها. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذه الخلية وكذلك الخلية التي ترتبط باللجنة المحلية، لأنهما مؤسستين مرتبطتين. منذ يعني أن تولينا رئاسة اللجنة والخلية ونحن نقوم بمجهودات يعني في سبيل حماية حقوق المرأة وكذلك حقوق الأطفال. مثلا حاولنا إصدار مجموعة من الاجتهادات القضائية التي كان لها وقع كبير على مستوى هذه الحماية، مثلا فيما يتعلق بالقضاء على هدر المدرسي، عملنا على منح شواهد المغاد، على إعطاء أذونات للسادة مدراء المؤسسات التعليمية من أجل منح شواهد المغادرة لفائدة الأطفال من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، طبعا داخل دائرة نفوذ هذه النيابة العامة وليس يعني في الأقاليم الأخرى. كذلك حاولنا تبسيط مسطرة إهمال الأسرة، المشتكية لا نكلفها أو لا نثقل كيلها بضرورة الإدلاء بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز في حالة غياب المهمل، لأنه أحيانا نعلم بأن المهمل يعني يترك الزوجة أو الطليقة ولا يتوارى على الأنظار، إذن كيف يمكن في هذه الحالة للمفوض القضائي أن ينجز محضر امتناع؟ حاولنا صراحة القيام بمجموعة من الندوات منذ سنة 2019، والمحكمة الابتدائية بميسور تعقد أو تنظم ندوات كان آخرها طبعا ندوة حول موضوع المناصفة التي قمنا بتنظيمها بشراكة مع رئاسة هذه المحكمة وكذلك مع عمالة إقليم بولمان وبعض فعاليات المجتمع المدني، والتي طبعا تدارسنا فيها مختلف الإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة الهشة، سواء فئة الأطفال أو فئة النساء. الخلية لمدة تناهز تقريبا 5 سنوات اكتشفنا بأن من بين الأسباب الأساسية الدافعة إلى ارتكاب العنف وهو المشكل الاقتصادي، وبالتالي لو كانت المرأة مستقلة ماديا فنسبيا هذا الامر يحد من العنف ولو بشكل نسبي، ولهذا حاولنا يعني الانكباب على هذا الامر مده 6 أشهر تقريبا. الحمد لله سوف يرى هذا المشروع النور في الاسابيع القليله المقبله من اجل تمكين المراه في الاقليم اقتصاديا. فحاولنا اجراء بحوث اجتماعيه على بمساعده الشرطه القضائيه من اجل التوصل الى النساء اللواتي يعانين من الفقر والإهمال الشديد وضحايا في نفس الوقت ضحايا العنف. هؤلاء النسوة سوف نقوم إن شاء الله بإحالتهم على بعض المؤسسات بالإقليم من أجل التكفل بهن ورصد منحة يعني إما شهرية أو دورية، لا أقول للقضاء على أزماتهم المادية بشكل نهائي، ولكن التخفيف منها ما أمكن، وبالتالي التخفيف من العنف وتقليص عدد قضايا العنف المحالة على هذه النيابة العامة. كذلك لا بد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة النيابة العامة التي تحاول ما أمكن
الحد من العنف ضد النساء، سواء من خلال الدوريات المستمرة التي تصدرها والتي طبعا تعتبر بمثابة تعليمات لنا من أجل التقيد بها والتي تروم الحد من العنف ضد النساء والأطفال، أو من خلال الندوات والتكوينات التي نخضع لها كرؤساء الخلية بالمملكة بمختلف المدن في مواضيع تهم الطفل وتهم المرأة وتعزيز يعني فيما يتعلق بتعزيز حقوقهم وصيانتها، وتطوير كذلك آليات وسبل اشتغال الخلايا واللجان المحلية. كذلك لا تفوتني الفرصة للتنويه بالمجهود الكبير الذي يقوم به السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة السنة بفاس الأستاذ عبد الرحيم الزيدي، الذي أعطانا مؤخرا رؤية استراتيجية قوية لعمل الخلية واللجنة المحلية، وهي رؤية سوف يكون لها السبق على مستوى بلادنا، وبالتالي نطمح في أن تعم الفائدة وأن تحقق هذه الرؤية النتائج المرجوة. إلى فزت مساعد اجتماعي بخلية تكفل القضاء بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة التابعة لميسور. فيما يخص الدور ديالنا كمساعد اجتماعي من داخل الخلية، هو أولا كنقوم باستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية مخالفة القانون، ثم الأطفال في وضعية إهمال، وكنقوم بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. أيضا كنقوم باستقبال الفئة هذه وكنعرفوهم بالحقوق اللي كيخولها لهم القانون. بالموازاة مع ذلك كنقوم أيضا بتوجيه الفئة نحو المصالح الطبية باش أنهم يتلقوا العلاج الملائم وباش أنهم أيضا يحصلوا على الشواهد الطبية. أيضا كنقوم بتتبع الفئة هذه وكنواكبوا المسار ديال التكفل القضائي الخاص بقضاياهم، ثم كنقوم بتمكينهم بمعرفة مآل شكايتهم. أحزم سميرة، منتدبة قضائية ومساعدة اجتماعية بالمحكمة الابتدائية ميسور. وجود خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف هو تفعيل لدور المؤسسة القضائية في توفير الحماية والعناية اللازمة وتأطير التدخلات والتدابير الخاصة بالضحايا. ووجودنا كمساعدات ومساعدين اجتماعيين كنحاولوا نشتغلوا كفريق واحد من أجل ضمان استقبال في المستوى للمرتفقين والمرتفقات. أيضا كنعتمدوا في الاشتغال ديالنا على مقاربات اجتماعية ونفسية طبعا وفق رؤية قانونية سديدة. كنحاولوا أيضا نخلقوا قنوات تواصل مع المرتفقين باش نتجاوزوا عوائق كبيرة مثل عائق اللغة حكم أننا ناطقين باللغة الأمازيغية، وهذا الشيء كله كيصب في اتجاه واحد هو ضمان تدخل ناجع للنيابة العامة في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف. منير الغزوي، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. طبيعة الحال العمل اللي كتنجزو اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال في إقليم بولمان بالضبط المحكمة الابتدائية الميسور هو عمل مهم، واللي راكب مجموعة من المبادرات ومجموعة من التجارب اللي يعني مهمة في المجال ديال محاربة العنف ضد النساء والأطفال، واللي بطبيعة الحال تركز على الاشتغال على صدور واحد دليل ديال محاربة العنف ضد النساء اللي دليل وضح يعني مختلف الأطراف التدخلات ديالها وكذلك مختلف العمليات ديال المواكبة اللي ممكن يعني تستفد منها هذه النساء هذه والأطفال. كذلك طبيعة الحال كذلك كان يعني تنظيم ندوة إقليمية تحت إشراف ديال المحكمة الابتدائية وكذلك ديال النيابة العامة وكذلك ديال العام الإقليم بولمان، واللي كان الهدف منها هو مناقشة جميع المواضيع المرتبطة يعني بمحاربة العنف ضد النساء بالحقوق في المواكبة إلى غير ذلك. كذلك اليوم كنشتغلوا في إطار هذا البرنامج على الدعم يعني الاقتصادي لهذ النساء اللي هما كيعانيوا من هذه الظاهرة هذه، واللي هما فضعية ديال الطلاق، فضعية ديال النساء أرامل، كذلك فضعية ديال نساء يعني كيعانيوا من الإهمال ديال الأسرة والإهمال ديال رب الأسرة للأسرة والأطفال ديالو. وبطبيعة الحال هذا البرنامج هذا كيهدف لتشغيلهم في إطار برنامج الأوراش باش يمكن أن يتدربوا، يمكن أنهم يحظوا بواحد الدخل اللي هو قار، وكذلك يعني تكوينهم تكوين مهني يأهلهم أنهم يندمجوا في سوق الشغل بشكل مطلوب. كذلك البرنامج هو كذلك يهدف أن هاد النساء يستافدوا من البرامج اللي وضعتها يعني الدولة المغربية
اللي هدفها الإدماج الاقتصادي للنساء واللي يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كذلك الجهات ديال المملكة، مجموعة من الأطراف اللي كتدعمها واللي اليوم يعني هي فرصة لإدماج هاد النساء باش فعلا أن تكون عملية ديال المواكبة الاقتصادية الاجتماعية، كذلك المواكبة القانونية هي عمليات ديال التغيير اللي يعني كتستفد منها هاد النساء. دابا مسكينة في معك فاش كيقرا كيدخل في التاسعة هاد العام عندك التاسعة دوزتي امتحانات مازال عاد غطيت وزبر وسي سالفة البنية سالا باش ولاد ختي متكرفصو وش ميخرجوش للزنقة باش نقراو باش نكبرو وحتى الوالدة ديالي توفات حتى هي. كيفاش كملت العائلة؟ ولد اختي راه وردي انا اللي ربيتو وردي وولادي بجوج ما تنسى جيت لهنا باش يوريوني شنو ندير في هذه الخليه ديال هذه اليتامه. كنشكر وكيل الملك. ايها الحضور الكريم، نعلم جيدا انكم تنتظرون منا الشيء الكثير بشان هذه القضيه، واننا عاقدون العزم على تحقيق انتظاراتكم عبر تسخير كل امكانيه للمتاحه لجعل هذه اللجنه فاعلا حقيقيا في حمايه الحقوق الانسانيه للمراه، كما ان اذاننا صاغيه لارائكم واراء شركائنا من اجل التفعيل الامثل لهذه الغايه، واتمنى ان يستمر تعاوننا مع باقي الفاعلين في مجال حمايه المراه بهذا الاقليم العزيز حتى تنتشر هذه الثقافه. وفقنا الله لما فيه خير بلدنا تحت قياده مولانا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمه الله.